أحبائي طلبة وطالبات أولى ثانوي، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة هنكمل مع بعض يوري 2 ونبدأ مع شابتر 1 ونبدأ مع بعض ليسون 1. في ليسون 1 هنتكلم عن الموشن إن ستريت لاين، هنتكلم عن الموشن إن ستريت لاين. قبل ما نبدأ الفكرة دي تعال نقول إن أي بادي في الدنيا ليه تو ستيتس، ليه تو ستيتس حالتين. إيه هما الستيتس أوف بادي أو إني أوبجيكت؟ الستيت الاولاني ممكن يبقى البادي ستاتيك اوبجكت. يعني ايه ستاتيك؟ يعني البادي قاعد في مكانه ما بيتحركش، البادي doesn't change position with time، يعني الجسم ساكن في مكانه والزمن شغال عليه وهو في نفس المكان. يبقى ايه المقصود بستاتيك اوبجكت؟ This is the state of an object which does not change its position as time passes، time بيعدي وهو في مكانه. طيب دي حالة سهلة كلنا فاهمينها وعارفينها، لكن ايه الستيت التانية بقى اللي بنتكلم عنها اللي هي دايناميك اوبجكت، وهو ده موضوع المنهج بتاعنا ان احنا نتكلم عن الداينامكس او الحركة. فالدايناميك اوبجكت يقصد بيها ايه بقى؟ ان البادي بيعمل تشينج للبوزيشن وستايم، المكان الجسم بيغير وضعه مع مرور الزمن. ابقى قاعد مثلا في البيت ونزلت رحت المدرسة، انا بقيت دايناميك اوبجكت جسمه متحرك، غيرت المكان اللي انا فيه. يبقى take the state of an object which changes its position from one point to another as time passes، جسم بيغير مكانه من نقطة للتانية مع مرور الزمن. يبقى عندنا two states، يا إما dynamic يا إما إيه؟ يا إما static. خلاص يبقى كده فهمنا إن أي body ليه two states، يا إما static يا إما إيه dynamic، وإحنا هنركز كلامنا على إيه؟ على dynamic. وتعالى نعرف ال kinds of motion، ايه انواع الحركة اللي احنا هنتكلم عنها، ايه انواع dynamic motions اللي احنا هنتكلم عنها. هم هنتكلم عن نوعين. النوع الاولاني بنسميه translation motion، الحركة الانتقالية، translational motion الحركة الانتقالية، او translatory motion حركة انتقالية. ومعناها ايه حركة انتقالية؟ معناها body moves between two points، the particle moves between two points، starting point او بنسميه initial point نقطة البداية، and the final point ونقطة النهاية. يبقى الجسم ليه نقطتين، نقطة بداية ونقطة نهاية. فالحركة اللي هو هيعملها من الستارت للفاينل دي اسمها ايه؟ حركة انتقالية، اتنقل من مكان للتاني. طب البادي ممكن يتنقل من مكان للتاني ازاي؟ ايه هي التايبس اوف ترانسلاتري موشن؟ ممكن نعتبره نوعين. النوع الاولاني بنسميه ستريت لاين موشن، حركة في خط مستقيم زي حركة العربية. يبقى الحركة العربية لما تتحرك في الشارع دي بنسميها ايه؟ ستريت لاين موشن، زي حركه قطارات وكل وسائل النقل كلها ايه؟ ستريت لاين موشن، حركه في خط مستقيم. يا اما ممكن نعتبر النوع الثاني من الموشن بنسميه كيرف موشن، الحركه الايه؟ اللي في المنحنى، او بنسميها احيانا بارابولا موشن اللي هي ايه، او بنسميها برضو بروجكتايل موشن. كلهم نوع واحد، بروجكتايل موشن صح، بارابولا موشن صح، كيرف موشن صح، كلها بتعبر عن ان البادي عمل كيرف وراح للمكان الثاني. الكيرف اللي بيعمله ده بيعتبر نوع من انواع ايه؟ الترانسلاتري موشن. يبقى الترانسلاتري موشن نوعين، يا اما ستريت لاين موشن زي اما كيرفت موشن، واللي بنسميها الكيرفت موشن بارابولا صح، بنسميها بروجكتايل موشن برضو صح. طيب يبقى ده ايه؟ الترانسلاتري موشن، بادي موفز بتوين تو بوينت. النوع التاني من الموشن بنسميه بقى بيريودك موشن، الحركه الدوريه. بيريودك موشن معناه ايه بقى؟ ان البادي بيعمل ريبيت للموشن بتاعته، بيكرر الحركه بتاعته. يبقى الريبيتيشن ده معناها ايه؟ بيريودك. يبقى ذا بارتيكل ريبيت اتس موشن وذين ايكوال انترفلز اوف تايم، الجسم بيكرر حركته مع مرور الوقت. ابقى في نقطه البدايه والف واروح وارجع لنقطه البدايه مره تاني، تبقى البدايه هي النهايه، يبقى ده بيريودك موشن. طب ايه شكل البيريودك موشن؟ ايه انواعها؟ برضو ممكن نحطهم ثلاثه بقى. يا اما سيركولار موشن، حركه دائريه زي حركه العربيه اهو حوالين الميدان، ده بنسميها سيركولار موشن، البادي بيكرر الحركه بتاعته ان ايكوال انترفلز اوف تايم. يا اما ممكن نسميها روتيشنال موشن، حركه دورانيه زي حركه الارض حوالين نفسها، كوزنج داي اند نايت، الليل والنهار. في فرق بين السيركولار والروتيشن. سيركولار يعني في سنتر انا بلف حواليه، لكن الروتيشن في اكسس الجسم بيدور حواليه زي حركة الأرض مثلا أو حركة القمر. خلاص دي اسمها روتيشنال موشن، لكن دي اسمها سيركولار موشن. السيركولار اللي هي سنتر، الروتيشن ليه أكسس محور يدور حواليه. يا إما ممكن بنعتبرها بندليا موشن، حركة البندول، برضه حركة البندول حركة فيها ريبيتيشن، فيها تكرار وزين ايكوال انترفلز اوف تايم،
عشان كده بنعتبرها نوع من انواع البيريودك موشن، الحركه الايه الدوريه. يبقى البيريودك موشن ثلاث اشكال: سيركولار، روتيشنال، اند ايه اند بيدليوم. اللي بيحصل فيها البادي بيعمل ايه؟ ريبيت اتس موشن ان ايكوال انترفلز اوف تايم. طيب احنا كده عرفنا ان الموشن ليها نوعين. النوع ده من الحركه اللي هو البريودك موشن هنتكلم فيه بالتفصيل عن السيركولار موشن ان شاء الله في يونت يونت 3 اللي جايه ان شاء الله. ولكن بقيه انواع الحركه دي مش موضوع اختصاصنا في السنه دي، ممكن نقابلهم في السنين اللي جايه. فتعال نبدا مع بعض في اول كونسبت مهم جدا في الموشن، مفهوم الفيلوستي. احنا الشابتر ده بيتكلم على تو كونسبت مهمين قوي، الفيلوستي والاكسلريشن. واعتقد برضو انت كنت سمعت عنهم في اعدادي، لكن النهارده هنتكلم بالتركيز اكتر على الفيلوستي، وده موضوع ليسون 1. وعشان افهم الفيلوستي لازم ابقى فاهم يعني ايه سبيد في الاساس، والفرق بين السبيد والفيلوستي. سبيد ذا تشينج ان ديستانس اوفر التايم اوف تشينج، يعني المسافه اللي انا اخدتها على التايم اللي انا اخدته، يبقى ديستانس اوفر تايم ده السبيد. السبيد دايما بنعتبرها ان هي سكيلر كوانتيتي، يهمني الماجنيتيود كام، قيمتها كام، ما يهمنيش هو بدأ فين وانتهى فين، ملهاش دايركشن السبيد عندي. عشان كده بعتبر السبيد سكيلر، سبيد سكيلر. تشينج ان ديستانس اوفر تايم اوف تشينج، تايم اوف تشينج يعني التايم اللي انا اخدته عشان اغير المسافه بتاعت كنت عند 5 متر وانتهيت عند 20 متر، من 5 متر ل 20 متر انا اخدت تايم قد ايه؟ عشان كده احنا مش بنتعامل مع التشينج ان تايم، احنا بنتعامل مع التايم اوف تشينج، الزمن المباشر اللي اتغيرت فيه على طول. واقول كده رمز شكل القانون، يبقى دلتا دي اوفر دلتا تي، دلتا دي معناها تشينج، دلتا دي معناها تشينج، بنكتبها في الرمز مع التايم هنا على اساس ان هي ايه برضو تعتبر تايم اوف تشينج يعني. طيب يبقى الفلوستي هي ايه بقى؟ ايه فرق السبيد عن الفلوستي؟ السبيد اعتمد على مين؟ على الديستانس، لكن الفلوستي هتعتمد على التشينج ان ديسبليسمنت اوفر التايم اوف تشينج، تعتمد على الديسبليسمنت. يبقى السبيد يهمها الديستانس اللي انت خدتها والتايم تيكن قد ايه، لكن الفلوستي يهمها الديسبليسمنت اللي انت عملتها والتايم اوف تشينج بتاعك قد ايه. وطبعا احنا شرحنا الفرق ما بين الديستانس والديسبليسمنت في اليونت اللي فاتت. خلاص يبقى لو سبيد لو استخدمت الديستانس يبقى الفيزيكال كوانتي اللي انا هعبر عنها سبيد، لو استخدمت الفيلوستي يبقى الفيزيكال كوانتي اللي انا هعبر عنها دي ايه؟ فيلوستي. لو استخدمت الديسبليسمنت يبقى انا هعبر عن الفيلوستي. وطبعا الفيلوستي ده ايه بقى؟ دي فيكتور كوانتيتي، قيمه واتجاه، ماجنيتيود اند دايركشن، انا بدايتي كانت فين وانتهيت فين، هو ده الديسبليسمنت، واللي هياخده بقى وراه على طول مين؟ الفيلوستي بتاعتي. خلاص يبقى الفرق عن ما بين السبيد والفيلوستي ان السبيد بتاخد الديستانس لكن الفيلوستي بتاخد مين؟ الديسبليسمنت. من حيث بقى دايمنشن فورمولا، طبعا السبيد او الديسبليسمنت الدايمنشن بتاعهم تبع اللينس يبقى ال، والتايم الدايمنشن بتاعهم تي، طبعا التي اللي تحت تطلع فوق اغير الباور بتاعته تبقى تي نيجاتيف 1. وطبعا اللينس بنقيسه بالمتر والتايم بنقيسه بالسكند، يبقى متر سكند نيجاتيف 1 او ممكن اسميها متر بير سكند، متر بير سكند. يبقى الاثنين ليهم نفس الدايمنشن فورمولا والاثنين ليهم نفس الميجرنج جريد، الفكره بس انا بستخدم كل واحد ازاي، هعبر عن ايه بالظبط. ملحوظه مهمه كده نخلي بالنا منها، لو انا حابب بقى احول اليونتس بتاعتي من الكيلو متر بير اور الى متر بير سكند او العكس، ازاي احول اليونت بتاعتي من الكيلو متر بير اور الى متر بير سكند؟ طيب ال1 كيلو متر بير اور هي عباره عن ايه؟ 1 كيلو متر اوفر 1 اور. طب الكيلومتر عشان يبقى المتر ب 1000، الاور عشان تبقى سكند، الاور فيها كام مينت؟ فيها 60 مينت، ومينت فيها كام سكند؟ فيها 60 سكند، يبقى 60 تايمز 60 طلع لي الرقم ده اللي هو 3600. يبقى 1000 اوفر 3600 دي اللي هي 5 اوفر 18، يعني اي رقم انا عايز احوله من الكيلومتر بير اور الى متر بير سكند اعمله تايمز 5 اوفر 18، او لو انا فاهم التحويله بحولها بالواحد في الاول ايه على طول. طب لو انا عايز العكس بقى، يعني عايز احول الميتر بير سكند للكيلو متر بير اور، اشقلب الرقم، بدل ما يبقى 5 اوفر 18 يبقى 18 اوفر 5. يبقى لو انا عايز من الكيلو متر بير اور 5 اوفر 18، لكن لو عايز احول من الميتر بير سكند يبقى 18 اوفر ايه؟ اوفر 5. تعالى مثال نطبق عليه الفكره دي. بيقول ايه؟ Find the time taken by a certain moving with by a train moving with 20 meter per second
when the train cut a distance of 40 centimeters. بيقول find the time taken by a train moving with 20 meter per second when the train cut a distance 40 centimeter. يبقى ايه الجيفنز اللي معانا؟ اول حاجه مديني ايه هنا؟ مديني السبيد بتاعها 20 متر بير سكند. طب مديني ايه كمان؟ مديني الديستانس بتاعتها 40 سنتيمتر. طب الله، ما ينفعش احاول اشتغل وان معايا يونتس مختلفه، حاجه بالمتر وحاجه بالسنتي. يبقى اعمل ايه؟ ممكن احول السنتيمتر الى متر. طب احول السنتيمتر لمتر ازاي؟ احنا اتفقنا اشيل السنتي واحط مكانها كام؟ برافو، 10 باور نيجاتيف 2، يبقى الديستانس بتاعتي 40 تايمز، شيل السنتي وحط مكانها 10 باور نيجاتيف 2، يبقى انا كده حولتها للمتر. لو انا كتبت دي على الاله الحاسبه بتاعتي تطلع 0.48 متر، يبقى دي الديستانس بتاعتي وادي الفلوست، وهو عايز التايم. خلاص، الفلوستي ديستانس اوفر تايم، انا عاوز التايم بس، اطلع التايم دي بره وانزل الفلوستي مكانها، يبقى ديستانس اوفر الفلوستي، سبيد بتاعتي. يبقى 0.4 over 20 طلعها لي ب 0.02 سكند، يبقى دي ايه التايم تيكن اللي هو خده. يبقى سهله قوي، بس اركز مع التحويلات ما فيهاش اي مشكله. او هو عاوز التايم، اقسم الديستانس اوفر السبيد، اطلع لي التايم اللي انا عايزه. طيب الفلوستي اللي احنا بنتكلم عنها ليها نوعين. النوع الاولاني بنسميه يونيفورم فلوستي. يعني ايه يونيفورم فلوستي؟ يعني سرعه منتظمه. برضو يعني ايه سرعة منتظمة؟ يعني البادي كفر ايكوال ديسبيسمنت ايكوال انترفلز اوف تايم، بيقطع اذا حد متساوي بيبقى في ازمنة متساوية، عشان كده بسميها يونيفورم فلوستي. كأن سايق عربية وفي الهاي واي والطريق فاضي ومفيش اي زحمة، مفيش اي مشاكل، ومثبت سرعة العربية. مثبت سرعة العربية دي يعني ان انا بتحرك وز ايه؟ يونيفورم فلوستي. يبقى the moving particle covers equal displacement in equal intervals of time، بيقطع إذا حد متساوية في أزمنة متساوية. تعال ناخد مثال على الفكرة عشان نطبق عليها، ومن هنا بقى يبدأ بقى موضوع الجرافات ده، يبقى موضوع مهم جدا لازم نركز عليه. بيقول إيه؟ A car is moving in a straight road. The following table records the displacement covered and the time taken. والجدول مدهوني بيقول لي displacement اهو 0 10 20 25 40 و50 والتايم 0 1 2 واكس و4 و5. الاكس دي unknown، احنا محتاجين نجيب. هو بيقول لي ايه بقى؟ draw displacement on y axis and the time on x axis then from the graph find. يعني هو محدد لي، بيقول لي displacement ارسمه على الواي والتايم حطه على الاكس، وبعد كده from the graph find يعني هجيب كل حاجه من على الرسمه بتاعتي. طب find ايه اول طلباته؟ عايز the value of x، قيمه x اللي موجوده ال unknown دي المجهوله. هتقول لي ما هي سهله، ممكن اجيبها يا مستر واشوفها واعمل لها كروس. ده حقيقي تنفع، بس الحركه دي ما اعملهاش غير تحت شروط معينه، بس الافضل ان انا اجيبها من على الجراف زي ما هو بيقول لي علشان اتعلم الصح فيه. بعد كده ان انا استخدم الطرق التقليديه اللي انا عارفها دي ماشي، دي يمكن عشان كانت زمان لما كنت بتاخد الحاجات دي كانت سهله، لكن دلوقتي الحاجات بتبقى ازداد صعوبه. يمكن المثال ده سهل ممكن اجيبه على طول، لكن في امثله بعد كده قدام هتبقى اصعب شويه، فاحنا عايزين نركز على المبادئ الاساسيه اللي احنا بنشتغل عليها. فهو عايز اول حاجه value of x، تاني حاجه عاوزها the velocity of the moving body، وعايز قيمه الفلوستي بتاعه البادي اللي اتحرك. تعال نرسمها مع بعض، شوف الرسمه بتاعتها شكلها ازاي. ادي التيبل بتاعي، وتعال نرسم الجراف بتاعنا. الا ادي الجراف اهو 10 20 30 40 50 60، وهنا 1 2 3 4 5 6. اهم حاجه اراعيها ان انا امشي بسيكونس ثابت طول الجراف بتاعي. الواي اكسس يا مستر مختلف عن الاكس اكسس، ده 10 و20 وده 1 و2، في مشكله؟ لا مفيش مشكله، اهم حاجه امشي بانتظام 1 2 3 4 5 6، مش اقول 1 2 وفي هنا اكس اروح انا حاطط اكس مكان ال 3 واكمل 4 5. لا، انا اكتب ارقام فوق وتحت في الواي وفي الاكس، اكتب ارقام خلاص وامشي بانتظام. يعني هنا بادئ 0 وبعد كده 10، اكمل اضيف 10 كمان يبقى 20، اضيف 10 كمان يبقى 30، 10 كمان 40. هنا 0 1 يبقى هكمل 1 يبقى 2، اكمل 1 يبقى 3، اكمل 1 4 و5 و6، امشي بانتظام. طب ال 0 وال 0 يبقى بادئ من الاوريجن بوينت. ال1 قدامها 10 ادي اول نقطة، ال2 قدامها 20 ادي تاني نقطة، الاكس 25 دي مش موجودة احنا لسه عايزينها، وال4 وال40 ادي نقطة، وال5 وال50 ادي نقطة كمان، يبقى ادي النقط اللي هو حاططها لي. بعد ما احط النقط بتاعتي اعمل ايه؟ ارسم اللاين الجوين ما بينهم، اللاين يربط ما بين المجموعة كلها.
طب هو اول طلباته قال لي ايه؟ فايند ذا فاليو اوف اكس، قيمه اكس. طب اعمل ايه بقى؟ اشوف الاكس دي قدامها كام في الديسبيسمنت، قدامها 25 دي في النص ما بين ال 20 وال 30، يعني اجي كده في النص بينهم اعلم على العلامه بتاعت 25. بعد كده اعمل ايه؟ اخد من ال 25 لاين يوصل لغايه اللاين اللي انا رسمه واعملهم نقط كده اهو عشان احدد له ان ده اللاين اللي انا هجيب منه ال 25 بتاعي. يعني اوصله لغايه فين يا مستر؟ اوصله لغايه ما يتقابل ويعمل كروسنج مع اللاين اللي انا رسمه الاساسي اللي هو رابط ما بين الارقام كلها. طيب بعد ما اوصل لغايه هنا انزل عند الاكس اكسس تحت واشوف اللاين الرقم اللي تحت يطلع كام؟ يطلع 2.5، جه في النص هو كمان. يبقى اكيد الاكس دي بكام؟ ب 2.5. ارجع اقول انت ممكن تقول لي ما انا ممكن اعملها كروس هنا يا مستر وامشيها مع بعض، صح الكلام، اختلفتش، بس عشان ده بدأ من الزيرو فتيجي معاك، لكن لو في الجراف ده بدأ من رقم تاني غير الزيرو موضوع الكروس ده مش هينفع ابدا. يبقى ايه الصح اللي انا اعمله؟ اعمل الطريقه دي، اشوف هو قدامه مين 25 على ديسبيسمنت، اجي عند 25 على ديسبيسمنت واعمل لاين لغايه ايه؟ اللاين اللي انا رسمه هنا. وبعد كده اخد لاين تاني ديجيت كده هو منقط كده لغايه تحت، اشوف هيقف عند كام، ويبقى الرقم اللي هيقف عنده تحت ده هو قيمه الاكس بتاع التايم اللي انا عايزه، واقول له كده يبقى الاكس بتاعتي ب 2.5 سكند، اصل اللاين اللي تحت ده الاكس اكسس ده بتاع التايم، التايم بيتقاس بالسكند. طيب ده اول حاجه جبناها، يبقى كده جبنا مين؟ جبنا قيمه التايم عند الاكس اكس عند لما تبقى ديسبيسمنت 25. فهنا طالع عايز ايه بقى؟ عايز الفلوستي. طب الفلوستي دي عباره عن ايه؟ الفلوستي هنا بتمثل السلوب بتاع اللاين ده، الفلوستي هي اللي تمثل السلوب بتاع اللاين. ليه مستر الفلوستي هيمثل السلوب؟ اصل لما بجيب السلوب بعمل الواي اكسس اوفر الاكس اكسس. طب الواي اكسس ديسبيسمنت والاكس اكسس تايم، فلما بقسم الديسبيسمنت اوفر تايم يطلع لي ايه على طول؟ يطلع لي الفلوستي. يبقى انا هجيب السلوب واقول على قيمه السلوب هو قيمه الفلوستي. طب احنا بنجيب الاسلوب ازاي؟ بنختار نقطتين، نقطه الاولانيه اللي هي 20 دي اشوف ايه ادي دي على الواي اكسس، اسمي النقطه دي واي 1 واشوف قدامها يبقى التايم بكام؟ ب 2 سكند، يبقى ده الاكس 1. اعمل نقطه تانية هنا فوق تبقى ال 40 مثلا، اخدت اي نقطتين، اي نقطتين كل القيم اللي هتطلع ده عليه كونستنت لان ده ستريت لاين، فهعتبر ان الواي 2 ده بكام؟ ب 40. اشوف الاكس 2 قدامها بكام؟ تطلع ب 4، وارسم ما بينهم تريانجل واقول ان انا هجيب تاني الانجل اللي موجوده هنا اللي هي هتمثل سلوب اللاين في الحته دي. طب التان هو الاوبوزيت اوفر الادجيسنت، الاوبوزيت ده الواي اكسس والادجيسنت ده الاكس اكسس. طب الاوبوزيت بتاعي ده اللي هو الواي اكسس يبقى عباره عن ايه؟ ده عباره عن الواي 2 ماينس واي 1 والاكس 2 ماينس ايه؟ اكس 1. يبقى انا كده بجيب السلوب بتاعي واي 2 ماينس واي 1 واكس 2 ماينس اكس 1. طب الواي 2 احنا اتفقنا بكام؟ ب 40. الواي 1 بكام؟ احنا دفعنا ب 20. طب الاكس 2 بكام؟ ب 4. والاكس 1 بكام؟ ب 2. و 40 ماينس 20 و 4 ماينس 2 ايكوال 10 متر بير سكند. يبقى هو ده قيمه السلوب اللي بيعبر عن المين، قيمه الفلوستي اللي هو بيسالنا عنها. يبقى عرفنا نجيب السلوب ازاي؟ اختار نقطتين ورا بعضيهم واي 1 واي 2 واشوف كل واحده فيهم قدامها الاكس 1 بتاعتها بكام والاكس 2 قدامها بكام، واعملها بالطريقه التقليديه اللي انا عارفها y2 minus y1 over x2 minus x1، وابتدي اعمل ايه بقى؟ اعوض مكانهم واطلع قيمه الايه؟ الفلوستي بتاعتي. اتفقنا؟ يبقى النوع ده من الـ من الفلوستي اسمه ايه؟ اتفقنا اسمه يونيفورم فلوستي. الجراف بتاعه دايما يطلع ستريت لاين، قيم الفلوستي فيه دايما كونستانت، دايما ثابته طول الوقت، هتطلع يمشي بايه؟ ب 10 متر بالسكند. فلو انا مثلا عملت دول 10 ماينس 0 1 اوفر 0 يبقى 10 اوفر 1 ب 10. طب 20 ماينس 0 و 2 ماينس 0 يبقى 20 اوفر 2 ب 10، و 40 اوفر 4 و 50 اوفر 5، وكل القيم هتطلع بقيم ايه؟ كونستانت ثابته، هي قيمه الفلوستي بتاعتي. اصل نوع الحركه ده نوع ايه؟ يونيفورم فلوستي، جراف ستريت. طيب فهمنا ايه اليونيفورم. تعالى نعمل ايه بقى؟ نتكلم عن النون يونيفورم فيلوسيتي، السرعه الغير منتظمه. نون يونيفورم يبقى اكيد بيعمل كفر ديفرنت ديسبيسمنت ان ايكوال انترفلز اوف تايم، او ممكن يعمل العكس ايكوال ديسبيسمنت بس ان ديفرنت انترفلز ان ديفرنت تايم. فيبقى النون يونيفورم ذا موفينج بارتيكل كفر ديفرنت ديسبيسمنت ان ايكوال انترفلز اوف تايم.
طبعا متوقع لما اجي ارسم جراف لنون يونيفورم فيلوسيتي هل هيطلع ستريت لاين؟ اكيد لا، الجراف بتاعه هيطلع ايه؟ كله كيرف. وده فكره ان اي عربيه تتحرك في الكراودد رود، اي عربيه تتحرك في الكراودد رود اكيد بتتحرك ويز نون يونيفورم فيلوسيتي. انا لو ماشي بسرعه ثابته في الشارع مزحمه، ايه اللي هيحصل؟ هموت الناس واكسر العربيه وهطلع فوق الرصيف وتبقى مشكله. لازم اعمل ايه؟ ادوس فرامل، ادوس بنزين، ادوس فرامل وبنزين، ازود واقلل، ازود واقلل. يبقى انا بعمل كده بمشي كده يونيفورم ولا نون يونيفورم؟ اكيد نون يونيفورم كراودد رود. بعكس لما ابقى ماشي ايه في مسافر في هاي واي والطريق مفتوح قدامي، فانا ممكن امشي بيونيفورم فلوس، لكن في كراودد رود مستحيل طبعا. يعني هيبقى شكل الجراف اللي هيطلع عنه ايه؟ يطلع شكله كيرف كده مقوس كده، مستحيل يطلع ستريت. القيم كلها فيها ايه؟ كل قيمة فيها ايه؟ فيربل متغيرة، مفيش قيم اقدر ثابتة اقدر اقول ان هو ماشي بسرعة ثابتة طبعا. يبقى الجراف بتاعه كيرفت لاين وقيم الفيلوسيتي فيها على طول ايه؟ فيربل متغيرة. تعال ناخد مثال ننهي بيه الفكرة بتاعة النون يونيفورم فيلوسيتي. المثال ده بيقول ايه؟ قبل ما نبدأ في المثال في حاجة مهمة قوي لازم نخلي بالنا منها. ايه هي؟ ايه؟ ان ممكن مع النون يونيفورم فيلوسيتي اجيب له حاجتين، اجيب له حاجه اسمها انستنتينوس فيلوسيتي واجيب له حاجه اسمها افريج فيلوسيتي. انستنتينوس يعني ايه؟ يعني فيلوسيتي ات سيرتن انستنت، سرعه عند لحظه معينه، عند مكان معين من الحركه، عند دقيقه معينه او عند ثانيه معينه او عند مكان معين. الزمن اللي انا هجيب عنده الفيلوسيتي بتاعتي هل بتعبر عن قيمه الفيلوسيتي طول الوقت؟ اكيد لا، ده بيتعبر عن قيمه الفيلوسيتي في اللحظه اللي انا فيها. عشان كده بسمي السرعة عند اللحظة اسمها انستنتينوس، لحظية. أو مثلا بعد مسافة 10 متر يبقى الفلوسيتي بتاعتك كام؟ أشوف الفلوسيتي عند 10 متر بس، وقيمتها بتعبر عن اللحظة اللي هي فيها مش من بداية الرحلة نهايتها. طيب كذلك ممكن أجيب حاجة اسمها افريج فلوسيتي. يعني افريج؟ متوسط السرعة، يعني من بداية الرحلة لنهاية الرحلة كان متوسط السرعة بتاعتك كام؟ وده الافريج فيلوسيتي ممكن يتجاب ازاي؟ ممكن اجيبه من خلال التوتال ديسبيسمنت بتاعتي والتوتال تايم تيك. لما اعمل التوتال ديسبيسمنت اوفر التوتال تايم يطلع لي الافريج فيلوسيتي. خلاص؟ طب يقدر ينفع اعبر عن الاثنين دول جرافيكالي؟ تعال نبص على الجرافين دول. احتفالنا ان جراف نون يونيفورم كيرف، فاستحاله كيرف يطلع له ستريت لاين، صح؟ استحاله كيرف يتجاب له سلوب. طب اعمل ايه بقى؟ لو انا عايز اجيب انستنتونوس، بص بقى ركزوا معايا في الجراف ده. الانستنتينوس اشوف البوينت اللي هو عاوز اجيب عندها الفلوستي بكام. يعني هنفترض ان هو عايز الفلوستي عند اللحظه دي، عند النقطه اللي انا واقف عندها دي. هاجي اعمل ايه؟ اجي ارسم لاين تينجنت للكيرف. اهو شايفين اللاين تينجنت اللي انا عامله ده؟ اهو شايفينه. اللاين تينجنت ده بعد ما ارسمه ورقه الجراف بتاعتي جواها ستريت لاين، اقدر اجيب بقى الفلوستي بسهوله. اهو ادي التراينجل، اهو ادي الاوبوزيت وادي الادجيسنت، ادي دلتا دي اوفر دلتا تي، واقسم الاثنين دول على بعض اشوف الديسبيسمنت بتاعي واشوف التايم تيكن واجيب السلوب. يبقى ده قيمه الانستنتينوس فيلوستي واي 2 واي 1 واكس 2 اوفر اكس 1. اجيب سلوب اللاين ده، اللاين تينجنت اللي انا عملته على الكيرف بتاعي. طيب ده الانستنتينوس. طب الافريج اعمل ايه؟ الافريج ممكن اخد من بدايه الخط لنهايه الخط، من الستارت للفاينل، واوصل ما بين الستارت والفاينل كده اهو، خط مستقيم اهو، بيبقى فيه ستريت لاين. اجيب سلوب اللاين ده، شايفينه؟ اجيب سلوب اللاين ده، بدايته مثلا في نفترض ان هي زيرو ونهايته اشوفها بكام، واشوف بقى الديسبيسمنت وادي التايم وتوتال ديسبيسمنت اوفر توتال تايم يطلع لي الافريج فيلوسيتي اللي انا بدور عليه. يبقى عندنا انستنتينوس فيلوسيتي وعندنا حاجه اسمها افريج فيلوسيتي. انستنتينوس مينز فيلوسيتي ات ا جيفن انستنت، عند لحظه معينه. ارسمها ازاي؟ بعمل عند النقطه اللي هو عاوز عندها لاين تينجنت ليها واجيب سلوب اللاين بتاعه. يا اما ارسم افريج، ازاي اجيب الافريج من بدايه للنهايه اهو ستريت لاين من الستارت للفاينل بتاع الكيرف، واعمل له ايه بقى؟ اعمل ستريت لاين واجيب سلوب اللاين بتاعي يطلع لي الافريج. تعال ناخد الفكرتين دول ونطبقها عنه. بيقول لي ايه في الاكزامبل ده؟ A person drove a car in a straight line. واحد راكب عربية وماشي في straight line to cover 8.4 كيلومتر in 0.12 hour. قطع 8.4 كيلومتر in 0.12 hour. بعد كده ايه اللي حصل معاه؟ Because the fuel had run out، بسبب ان البنزين خلص منه. اضطر يعمل ايه؟ اضطر ينزل طبعا، يسيب العربية
he walked through 2 kilometers along the same straight line to reach the nearest gas station. الكلام ده حققه في قد ايه؟ after 0.5 hour. يعني اضطر يسيب العربية بتاعته ومشي على رجليه 2 كيلومتر في نفس الاتجاه اللي كان ماشي فيه العربية، بس هو طبعا ساب العربية ونزل مشي على رجليه، فطبعا مشي بسرعة أقل فأخذ زمن أكبر ب 0.5 hour. وبيقول لي calculate the journey the average velocity of this journey، وهات لي متوسط الرحلة بتاعته. خلاص احنا عارفين كلنا لما هنجيبها هنعملها ازاي. لو انا حبيت ارسم جراف في البداية للفكرة بتاعته، بدأ من الزيرو وصل لغاية قد ايه اول مرة؟ 8.4. يبقى بعد ال 8 بأربع شرط كده يبقى دي ال 8.4 بتاعته. يبقى أثناء ما هو عامل درايفنج للكار بتاعته أخد ال 8.4، الكلام ده حققه في 0.12 أور، وصل لغاية الزمن ده. بعد كده مشي على رجليه مسافة 2 كيلومتر وأخد فيهم 0.5، يعني بعد ال 8.4 أخد 2 كيلومتر، فيوصل لكام؟ ل 10.4. يبقى بعد ال 10 بأربع شرط يبقى دي المرحلة التانية اللي هو عامل فيها ووكينج ماشي على رجليه. طيب بعد كده حصل ايه؟ الكلام ده اخده في قد ايه زمان؟ اخده في 0.5 اور، يعني بعد 0.12 اخد 0.5، يبقى عمل كام؟ 0.62. يبقى ده التايم اللي هو هيوصل له على الجراف بعد 0.12، يعني الحته دي اللي انتهى بيها اللي هو 0.12 اخد من بعدها 0.5، يعني على الجراف تبقى 0.6. يبقى السكشن الثاني ده اللي هو اثناء ايه؟ ما هو ديورنج ووكينج، اثناء المشي بتاعه اخد 2 كيلومتر اهم، واخد تايم من هنا لهنا ب 0.5 اور. طب اتفقنا ان الافريج هجيبه ازاي بقى؟ توتال ديسبيسمنت اوفر توتال تايم، احنا اتفقنا على المبدا. طيب يعني توتال ديسبيسمنت ماشي 8.4 بلس 2 دول اللي مشيهم، اخدهم في تايم 0.12 بلس 0.4 يبقى 10.4 اوفر 0.62 يبقى 16.8 كيلومتر بر اور. او لو انا حبيت اجيبها جرافيكالي اجيبها من خلال اللاين ده، شايفينه؟ ادي الستارت وادي الفاينل، ادي البدايه وادي النهايه. طيب اعمل سلوب على اللاين ده ازاي؟ بدايته زيرو، يبقى ادي الواي 1 وادي الاكس 1 اهو، يبقى زيرو زيرو ده واي 1 واكس 1. نهايته بكام؟ 10.4 هنا و 0.62 هنا، اعمل 10.4 اوفر 0.62 يطلع لي نفس الانسر 16.8 كيلومتر بير اور. يبقى عرفنا نرسم لها جراف ازاي. لو حبينا نرسم عايزين نحسبها توتال ديسبيسمنت اوفر ايه؟ التوتال تايم، وده الافريج فيلوسيتي بتاعي. ان هو يطلب مني ارسم جراف طبعا اخر سنه بيبقى مش مطلوب مننا، لكن ممكن يجيب لي رسومات وممكن انا اشتغل عليها واحل فوقيها واطلع النتائج عليها. لازم ابقى انا عارف الجراف فكرته ازاي وبتتحل ازاي علشان اقدر اشتغل عليها. اشكركم وانك انتوا ركزتوا معايا النهارده، وعايزكم كده ايه تستعدوا للليسن اللي جاي هنتكلم فيها عن الاكسلريشن، وعايز كده كلكم تكونوا مذاكرين ومصحصحين عشان نقدر نكمل الحصص اللي جايه.